انت واحمد، احمد جوزك، احمد في البيت موتنا من الضحك، بتبقى حاجات حقيقيه قوي. فلستيه فعلا؟ لا لا، ده بيهزر، ده بيهزر، عشان ده بيهزر وبيقعد يهزر على طول في الحاجات دي. لا لا والله العظيم مش بيبقى. لا اللي هو بتاع الشاحن دي، لا لا والله لا، ده هو اصلا كانش مركز، حتى هتلاقي حتى عمال بيتكلم بقول له تعالى هنا، اكيد مش هيعمل كده لو انا متفق معاه. لا لا ده مره كده يعني. طبعا الحمد لله على السلامه، وهي قلقتنا عليها جدا جدا، انا اصلا من جمهورها وجدا جدا، لا بموت فيها اصلا يعني، ياسمين عبد العزيز بموت فيها، و يعني يا رب يا رب ما نشوفش فيها حاجه وحشه تاني يا رب، يعني كل ايامها تبقى حلوه بعد كده.